وسهلا. ان شاء الله اليوم ما سيدي باش نعديو نهاير، نهزكم معايا تمشيو للصوه نتاع دار نسابي، باش نعديو نهاير في الصوه، نهاير مزيان. اول مره باش نعمل لكم فلوج كيما هكا، ان شاء الله يعجبكم الناس الكل. باش نوريكم فطور الصباح كيفاش باش يتعدى، واهم حاجه معنا سمعت انه فما برش حاجات ياسر بنينه خاصه في الغداء. نحبكم تعيشوا معايا التجربه هذه، اعطيوني رايكم اهم حاجه في الجو نتاعنا كل، وان شاء الله تعجبكم الحلقه. وكي العاده ما تنساوش تعملوا ابوني في الشان تاعنا برهم ستريت فود، وتبارتاجيو الحلقه كان عجبتكم، وتحطوا اكجام اكل عجيبه. هيا نمشيو نشوفوا بعضنا الاجواء العائليه هذه، وربي يدوم العشره وربي يحفظكم الناس الكل. السلام عليكم. نمشيو نعملو طلع لهم، فما جماعة قاعدين يشعلوا في النار هكا القدام، سي فؤاد والجماعة، وفما نساوين الغادي قاعدين يجمعوا في الزيتون. بون مش جميعا جميعا، ما هانا يلقطوا تلقيط هكا. هو هاي برا سيدي، فؤاد اهلا. هذا فؤاد المساند الرسمي متاع تشعيل النار. صباح الخير فؤاد. المتعاقد هو هذا المنظر الخطير، فما باربيكيو معناها، فما حاجات خطيرة. رائد، ايش نوريكم رائد متاع المرة اللي فات متاع حلقة القروان. شنو صار فيك رائد كي كليت الكفتاجي في قروان؟ خويا ما صار حتى شيء. صباح الخير. صافا، هو اللي يتبولد من بكري هذا، هو اللي صورني من بكري ناكل بالخبز. سي مالك، واه نيت. هاجر، هاي قول لنا السفرة شنو فيها. هاي يا سيدي عندك هذا كيك شوكولاتة، عند اختي مها ديديكاس لمها، هذا منى يويو وكيك زادا عند منى مرت خويا. اسمع سيدي، اسمع مالك، اسمع صنافة، هذا ملاوي الخبز العجيب. ملاوي مها لا يعلى عليه، مالا شي لله شي لله. هذا البرتقال من الجنينة متاعي يعمل 66 كيلو. ما نحكيلكمش على البنة، شي كبير. هذا كسرة اختي نجات، ترى ورينا، ترى كسرة عالمية، نحكيلكمش على البنة، شي كبير. نهار كبير اليوم. زيت زيتونه نتاع السنين، زيت نذوح، سيسه ساحليه هلاليه من البريمه. واي مالا، هذا بسكوتو بالفاكهه عند اختي نجات ما شاء الله، بسكوتو العاده وصلنا، وحليب وقهوه وشيخات وفازات وميزان الغدا وميزان الدجاج. ما نعرفش يروح الواحد زايد 6 كيلو اليوم. معنا مالا في الطبيعه، والله يرحم أمه ويرحم بابا ويرحم من خلى ويرحم من خلى ويرحم بنيتك زادة ما شاء آمين الله. يا رب، ربي يبارك لك. ايه برهوم هذا يا فؤاد، هذا
طال وين نعرف واد شكون باش تعذبوا اللي هرج من داري عنده جالته ايش ايش انت تحب بابا ها حب بابا اعطيني بوسة ايش بنتي يا ربي بابا قول لهم باي باي ارمي لهم بوسة ايش بنتي يا ربي دور لنا مالك دور يا مالك يا مالك يلوي يلوي مليح ها شيف انا بالمعلم ها شنو المنيو اليوم عنا ستيك عنا كويس عنا ستيك ستيك شنو ستيك ستيك داند ستيك داند عنا سكالوب داند عنا كويس بولي هذا توا اللي فوحته مها ريحه بصراحه تعمل 66 كيلو ريحه ريحه الله اللهم صل على النبي غير ذوق خويا ريحه 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 مش عاديه واكل خوك واكل خوك مش نورمال حاجة تعمل 66 جيم تفضلوا سيدي بحضنا شكرا شيف شكرا شكرا يا شيف مرسي مرسي اش تعمل يا سامي طبعا هي قاعد نزل بنه فيه شوية حنا شوية خل في بالي زيتو ليسانس يعني في لا خل شوية لينفرس وزدنا حبل حبة الكالوتشا نقولوا لها احنا انت تتكلم قد حابه الكالوتشا جي من تشيكوسلوفاكيا هذه بعدها خاطر هذه سر من اسرار الطبخه نتاعي لا شيء اي من كالوتشا باه مريك حاجه عالميه مازال نقص مرقاز عاد بعتلي ما شنو المنيو تو في الغداء بسم الله هذا مرقاز شنو هذه سلطة مكرونة وسلطة هذا الخبز العجيب هذه سلطة متاع متاع غلة روز ما شاء الله هذه متاع شقشمان باللبان هذه بيتزا هذا شو اسمه كريم العربي البلدي لهي هذه حاجة ليكس لاكس وعندنا الاسكالوب متاعنا هل كل واحدة معاه هل كل واحدة هذا الدجاج العجيب بك تضحك يا منى تضحك على بنتك باي اسمع شاف هذه احكي لي عليها شنو هذه هذه شنو هذه اكيد ورحمه الحاج تعرفوا هذا ياسر يعرف هذا ياسر كي خاصه بالشاف شوف شوف شنو هي يقولوا لها الحنينات جي في الرقبه تاع العجل ها نهار مبروك نهار ودنا بها كان الجزار المريقل اللي هو اخونا الهادي احلى تحيه لخويا الهادي وهذه طريف ليا هكا هذه بعض مصلية هذيك تا علاش بك حكت عندي ها استغفر الله العظيم ربي الله يا ربي ناخذ خبزة كيما هذه نجيوها لهني هذا نقص ملح ايش نعملوا لها هكا هكا ايش هاي نقص ملح ناخذوا لها خليوني شكرا تعبتين مرقاز
شاف البورع شوفهم نعملها كيما هكا ليش بليغ ثاني قبل راجل قاتل اسمع اسمع تقرميش اسمع نعسل لا شو الخبز خبز كي تخدم بالزيت شو كيف ورقة ورقة ها حاجة تاهل ولا شيء يا حبيبي يا حبيبي عذاب أليم مش حاجة فارغة تنبيونه فيها. يا شباب ونكونوا هكا كملنا الحلقة متاع اليوم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وما تنساوش تعملوا أبوني في بروم ستريت فود ومرحبا بكم وتحطوا كجامة كل عجيبة.